ريم رافائيل موجودة معنا اليوم، اختصاصية تغذية عيادية. بنحكي عن نقص الوزن يلي بيكون يعني فيه صعوبة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك كاتيا. في كتير يعني من الأشخاص يعني بيتشكوا من أنه عم يعملوا كل شيء مفروض أنه يعملوه وعم يلتزموا بكل إرشاداتكم، بس ما عم ينزل الوزن، او على القليله ما عم ينزل مثل ما هن متوقعين او مثل ما هن طالبين. صحيح كاتيا، في كثير اوقات بيكون الشخص عم هيز فولوينج ذا دايت بلان، عم يعمل فيزيكال اكتيفيتي مثل ما لازم، عم بينام مزبوط وما في ستريس، لانه نعرف نحن كل هول الفاكتورز بياثروا على نزول الوزن. هلا ما في ستريس صعبه شوي عم يجرب يريح حاله قد ما فيه، بس بذات الوقت ما عم ينزل مثل ما لازم او ببطء. كرمال هيك في مشاكل صحية عادة بتأثر على نزول الوزن، وضروري نشخصهم هول المشاكل الصحية تا نحن نقدر نساعد الشخص انه ينزل وزنه مثل ما لازم. مشاكل صحية مثل شو وكيف يعني بيجرى تشخيصها؟ مثل شو هول المشاكل الصحية؟ نحن بنبلش بالكسل الغدة الدراكية الهايبوثايرويدزم. هي نحن بنعرف انه الغدة تفرز هرمون التيروكسين اللي هو مسؤول من اهم وظائفه انه هي الميتابوليزم. نعم. دونك وقت يكون في عندنا كسل بالغدة الدراكية اكيد لكن الميتابوليزم عم بيكون بطيء، وبالتالي الشخص حتى لو هو عم يعمل دايت حيكون نزول الوزن كثير بطيء عنده. في اسباب ثانية مثلا كمان البوليسيستيك اوفري سيندروم او التكيسات عند على المبيض عند النساء. نحن بنعرف انه مره بين 10 نساء عندهم تكيسات على المبيض، دونك كثير بتاثر هذا الموضوع على نزول الوزن. حتى لو ما كانت مثلا التكيسات مع خبر فيها ولا عم تسبب لها مشاكل واوجاع يعني منا مشخصه 100% بتكون عم تاثر على الوزن. صح. فبنعرف من انه الوزن مش عم ينزل ممكن نوصل لهالنتيجه. نقدر نحن بنقدر من خلال السيمبتومز واللي هي من عدم نزول الوزن نحن بنقدر نرجع نفحص مزبوط ونشخص مزبوط انه يكون عندنا بوليسيستيك اوفري. شو في سبب ثاني كمان؟ كمان في عندنا الانسولين ريزيستنس او المقاومه على الانسولين. هيدي كتير بتصير عند الأشخاص، يا بتكون نتيجة وراثية أو الأشخاص اللي بتكونوا كتير عندهم وزن زايد أو أوبيزيتي أو في عنا دهن زيادة بالجسم وما بيعملوا كتير سبار، تخلق عندهم نوع من الانسولين ريزيستنس أو المقاومة على الأنسولين. وأخيرا كاتيا سوري، كمان في سبب اللي هو التغيرات الهرمونيه اللي بتصير عند المراه، ان كان البنت على البوبرتي دائما هون بتكون قبل ما الراجل تثبت عندها بيكون في عندها صعوبه انها تنزل من وزنها، خاصه قبل العمر ال 16 سنه. ومثل ما بنعرف نحن كمان في تغيرات هرمونيه بتصير بالوقت المينوبوز، وهون زياده الوزن بتصير اكيد على منطقه البطن. فهون أهم المشاكل الصحية اللي بتأثر على نزول الوزن. أنتر بارانتيز كاتيا، في سبب منه مرضي بس هو بيأثر على نزول الوزن واللي هو كثرة الدايت العشوائية اللي بتخفف من الكتلة العضلية تبع الشخص. بيوصل لوقت نحن بنعرف إنه الكتلة العضلية هي أساس الميتابوليزم تبعنا، فإذا الشخص عم يعمل كثير دايت بطريقة عشوائية وبدون رياضة خسر هالكتلة العضلية، دونك هون أكيد الميتابوليزم حيكون واطي وحيكون في عنا صعوبة من نزول الوزن. نرجع للأسباب الصحية اللي ذكرتيها، كل سبب عنده يعني الطريقة للعلاج، لازم يكون في علاج كامل للسبب لحتى نرجع نشوف الدايت إذا عم يناسبنا ولا لا. أكيد دايما في علاج إن كان عند الطبيب بالأدوية وإن كان كنظام غذائي لازم يكون مخصص لهالحالة بالذات تا يتكاملوا مع بعض ويقدر يوصل الشخص للنتيجة اللي هو بده إياها. دايما نحن ما بدنا نستسلم، ما بدنا نقول انه لا نحن عندنا مثلا كسل بالغده الدراكيه دونك نحن ما رح نضعف، بالعكس اذا انعطى الدواء المضبوط مع النظام الغذائي المضبوط لهيدي الكا الشخص حيقدر يضعف. هيدا الكسل بالغده الدراكيه مثلا منا بس رح تكون تاثيرها على انه ما عم ينزل الوزن، فيها تكون عندنا تاثير صحي أكيد. على الجسم ككل، فهون أكيد. اكتشفنا يعني مشكل لازم حل. اكيد اكيد، ما نحن هون وقت عاده كيف بنشخص الامراض؟ يوجوالي الاشخاص بيجوا لعنا يا هن مشخصين من قبل حكيمهم
أو نحن خلال أول كونسولت هي بتكون حوالي 40 إلى 50 دقيقة مع الشخص، نسأل كل الأسئلة اللي متعلقة بالعوارض لهول الأمراض، وهون منشك بمرض معين، لأنه نحن من الأساس لازم نكون عم نشخص مزبوط تنربح وقت، تما الشخص يبلش يعني يعمل دايت يبلش من الأول وما يلاقي نتيجة. بالعكس إذا شكينا بشيء بنعمل الفحوصات اللازمة، بنوجهه للطبيب المختص، وهيك من الأساس ببين معنا نحن شو في عنا أمراض أو إذا ما عنا أمراض. طيب في أدوية معينة كمان ممكن تكون عم تسبب هالمشكل؟ سؤال كتير حلو كاتيا. للصراحة بين 10 إلى 15% من الأوبيسيتي مونديال هي نتيجة الأدوية. الأدوية اللي بيكون الشخص عم يخدها لمشاكل تانية طبعا. لمشاكل تانية صح. أكيد أولاً نحن بنعرف الكورتيزون كلنا سوا، أنه متى ناخد كورتيزون بدنا ننتبه للملح وللسكر، بس كمان في أدوية تانية أهمها الأنتي ديبريسنت، الأدوية تبع السكيزوفرينيا، الباي بولر، هول كلهم أدوية بتعلي الأبيتايت وبتوطي الميتابوليزم. كمان في بعض أدوية الأنتي إستامين الحساسية سو معقول كتير كمان تكون عم بتأثر على الوزن. في أدوية معروفة يعني هيدي بتسبب زيادة وهيدي لا، هيدي لا بتأثر على الإبلية وبتأثر على الميتابوليزم كمان بالأشخاص اللي عندهم تفتح الإبلية مشان هيك بصيروا عم تأثر كمان على الميتابوليزم فعم تعمل تفتح الإبلية من ميلة، من ميلة تانية بتكون عم توطي الميتابوليزم، هالشخص ما عم يقدر يكون عم يحرق مزبوط وبالتالي بتأثر على النزول الوزن. كمان في عائلة من عائلة نحن ضغط الدم المرتفع بنعطى أدوية. في عائلة فامي معينة اللي هي البيتا بلوكر كمان بتأثر على الميتابوليزم. دونك هون إذا نحن حسينا عم ناخد أي دواء وحسينا أنه هو عم بيأثر على جسمنا، عم بيزيد لنا من الوزن أو عم يفتح لنا الإبلية أكتر، وجب علينا أكيد ما نوقفه، نسأل الطبيب إذا في غيرنا لفامي تانية بتكون تأثيرها أخف على صحتنا. طيب هوني بعدنا على نفس الدايت ولا كمان كل حالة حكينا عنها في إلى دايت تبعها؟ دائما كل حالة إلى الدايت تبعها كرمال هيك فبنكتشف الحالة من الحالة الطبيب بيكون عم بي يعني بحل هالمشكل بالتحديد بيرافقه دايت خاص لهالحالة 100%. تيكون النتيجة مزبوطة هي بالنهاية بده يكون في باكج كل شيء عم يشتغل مع بعضه، الدواء حيساعد والنظام الغذائي المناسب لهيدا الحالة كمان حيساعد تا الشخص يكون مرتاح ويقدر ينزل من وزنه. ركزنا شوي أكتر على السيدات، بس الرجال كمان عندهم هالمشكلة أكيد مثلاً الإنسولين الريزيستنس المقاومة على الأنسولين بتصير عند الرجال، كسل الغدة الدراقية أكيد نحن بنشوفها كثير عند النساء بس هي بنشوفها عند الرجال كمان، فهول الحالتين بيصيروا عند الرجال الأنسولين ريزيستنس وكسل الغدة الدراقية. قد ايه بده وقت ليرجع الشخص يقدر يبلش ينزل من وزنه؟ عادة وتيبلشوا يترجلجوا الهرمونات، يعني مثلا بكسل الغده الدراكيه بنعطى هرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي هو تا يرجع يظبط الهرمون التيروكسين بالجسم، وتيبلش يرجع على مستويات طبيعيه فهون بصير الجسم قادر ينزل من وزنه مثل اي شخص طبيعي. بس مش انه وقفنا هيدا الدواء ولا عالجنا هيدي المشكله خلص اوتوماتيكلي بينزل الوزن، كمان بده يترافق مع الدايت ومع الرياضه أكيد. طبعا يلي دائما بنحكي عنها اكيد بده يترافق دائما مع دايت بلان خاص ومع فيزيكال اكتيفيتي تا نحن نقدر ننزل من الوزن. فاذا دائما في حلول هيدا اكيد هيدا شيء طبيعي. هلا مثلا موضوع الكسل الغده الدراكيه، نحن بنعرف انه الغده الدراكيه هي موجوده هون على شكل فراشه وهي بتفرز هرمون التيروكسين اللي هو بدوره مسؤول عن الميتابوليزم مثل ما قلنا. لانه بيكون هيدا الهرمون واطي بجسمنا فبصير كمان هو بياثر على غير وظائف، يعني بصير في عنا هرب الشعر، بصير جفاف بالبشره، الشخص بحس بسقعه كثير، كمان حتى السيستم ديجستيف تبعه
لانه في بطء بعمل كل الاعضاء بالجسم، كمان بيصير في مشاكل بالسيستم ديجستيف. دونك هولي عوارض مثلا الكسل الغده الدرقيه نحن بنساله للشخص عنا خلال اول كونسلتاسيون بنشوفه فيها، اذا شكينا بالموضوع بنقول له بليز يعمل فحص دم، وعلى اساسه الطبيب مثلا بيوصف الدواء ونحن بنعطي الدايت بلان اللي هو مناسب له. جينا عم تركزي على هال يعني الكونسلتاسيون الاوليه واللي بتعطوها وقتها تتعرفوا على هالشخص، على جسمه، على كيف ممكن انه يكون عم يستفيد. كثير مهم، لانه نحن باول زياره مفروض نعرف اللايف ستايل اكله للشخص، وكمان نساله نفوت بديتيلز معينه كرمال نشوف اذا عنده مشاكل، قد ايه عمل دايت قبل بحياته، اذا خسران من هالكتله العضليه، السبور، كل هول الاشياء نحن بنسالهم، وبنسال بالتحديد عن العوارض اللي بتخلينا نشك بالمشاكل الصحيه، نحن نعمل هيك مثل تقييم عام ونعطي الدايت بلان اللي هو بيكون يعني خصيصا لهيدا الشخص. وبلكي مش من اول مره يكون هالشغل، يعني في اوقات كمان نشوف الجسم كيف عم يتفاعل مع هالدايت بلان، ومعقول يكون في مشاكل تانية. مزبوط، يعني او يمكن يكون في مشكلتين بنفس الوقت. في كثير اشخاص بيكون عندهم مشكلتين، يعني في اشخاص اوقات بيكون عندهم بي سي او اس، بوليسيستيك اوفري سيندروم، يعني تكيسات على المبيض، بذات الوقت بياخذوا انتي ديبريسنتس. دونك هون علينا نحن انه نوجه الشخص، نوضح له الصوره انه نحن مع الدايت بلان ومع الفيزيكال اكتيفيتي في هول العوامل عم بياثروا، مفروض نكون عم ناخذ الادويه المضبوطه، والدايت بلان اللي هو سبيشاليز لهول الكونديشنز بيكون عم حكينا كثير على الانتي ديبريسنت، وهلا يعني في نسبة كبيرة من الناس بتاخذ هالنوع من الأدوية. صح، في كثير بالعيادات عنا عم نشوفهم انه عم ياخذوا هول الأدوية، وهول الأدوية هودي اوفر ذا كاونتر كمان بيأثروا كثير على نزول الوزن. هيدا ضروري هون هن يكونوا واعيين على هيدا الموضوع، ان كان طبيبهم او الدايتيشن تشرح لهم هيدا الشيء كيف هو عم بياثر على جسمهم وعلى اكلهم. وهيدا قسم من العامل النفسي اللي بيكون طالب له الطبيب انتي ديبريسنت، هو بيكون الوزن اوقات. صح، لانه في هالحلقه المفرغه اللي عم يبرم فيها. مزبوط، هن كمان اذا هن نصحوا هن عم يتضايقوا، واذا ومنهم قادرين يتخلوا عن الدواء لانه كمان هن راحوا للدواء لانه في عندهم مشكل نفسي معين. فهون دائما وجب علينا نحن كسبيشالست انه نكون نحن كوتشينج لهم، يعني الدايتيشن لازم نكون حدهم، نشرح لهم، ندعمهم، ما في شيء يكون ريستريكتيف عند الاشخاص اللي بياخذوا انتي ديبريسنتس، ما لازم ابدا يوقفوا نشويات كربوهيدرات لانه عن جد بيكونوا عم يتضايقوا، بيشوفوا بكريز معينه، دونك ضروري يكونوا عم بيكونوا مرتاحين بالدايت. هون بيندرس كمان الدايت حسب الادويه اللي عم تتاخذ. ريم رفايل، اهلا وسهلا فيك، اختصاصيه تغذيه عياديه، شكرا كثير للمعلومات. وقفي هلا وبنرجع نتابع لايف.